إثراء. في هذه المرة سأقدم لكم قصة عن إسماعيل عليه السلام. إسماعيل هو ابن إبراهيم البكر وولد سيدة هاجر. سار إبراهيم بهاجر بأمر من الله حتى وضعها وابنها في موضع مكة وتركهما ومعهما قليل من الماء والتمر. ولما نفد الزاد جعلت السيدة هاجر تطوف هنا وهناك حتى هداها الله إلى ماء زمزم، ووفد عليها كثير من الناس حتى جاء أمر الله لسيدنا إبراهيم ببناء الكعبة ورفع قواعد البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجر وإبراهيم يبني حتى أتمها البناء. ثم جاء أمر الله بذبح إسماعيل، حيث رأى إبراهيم في منامه أنه يذبح ابنه، فعرض عليه ذلك فقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ففداه الله بذبح عظيم. كان إسماعيل فارسا، فهو أول من استأنس الخيل، وكان صبورا حليما، يقال إنه أول من تحدث بالعربية البينة، وكان صادق الوعد، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان ينادي بعبادة الله ووحدانيته. هذا، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.